نتكلم عن Liberator 2. احنا اتكلمنا على creating space for others to contribute. now هنتكلم على هنعمل ايه في السبيس ده, what to do with that space. ومن هنا بتحضرني قصة, والقصة دي هنشوفها دلوقتي مع بعض, عن حاكم طاغية, a tyrant. حد سمع عن قصة ويليام تيل قبل كده؟ and I'm gonna stop my share and I will show you a real life demo. so حد سمع عن قصة ويليام تيل من قبل؟ anyone? ويليام تيل؟ no? no. okay. طيب خليني احكي لكم الحكاية. الحكاية دي دارت من آلاف السنين, عارفين كده كان يا مكان. so كان يا مكان زمان زمان, سويسرا ما كانتش بلد آمنة والناس فيها ايه مبسوطين وسعداء, كانت واقعة تحت الحكم النمساوي, وكان سبيسيفيكلي بيحكمها حاكم طاغية اسمه جاسلر. جاسلر ده عمل بول زي عمود كده في أهم ميدان في المدينة, وحط عليه his own hat وcape, وعمله كأنه ده تمثال مشيد يمثله, وحكم على أي شخص يعدي من الميدان ده إنه to bow down, يركع قدام التمثال. قد كده كان طاغية. أوكي؟ طيب كان في هذا الوقت بيعيش شخص اسمه ويليام تيل, ده بقى من الأحرار الثوار. ويليام تيل ده كان هانتر, اشتغل صياد, وكان he has يعني amazing skill بالبو and arrow. تمام كده؟ so one day عدى من قدام الميدان, وكان واقفين الجنود بتوع الطاغية وقالوا له اركع قدام التمثال بتاع جاسلر. طبعا قال لهم انا بركعش لحد, انا ارفض. قالوا له بقى كده طيب الموضوع ده هيوصل ليه جاسلر. اوكي, وهو طبعا كان من ضمن المقاومه يعني للاحتلال النمساوي في الوقت ده, ده في القرن تقريبا ال 14. طيب اوكي, وصل لي الحاكم انه ويليام تيل عمل الكلام ده, قال لك انا هعمل منه درس للكل, I will teach him a lesson. so حكم عليه انه يجي هو وابنه. اوكي, and he said that William has to shoot an apple off the head of his son. يعني انت هتصوب في على ابل, تفاحة محطوطة على رأس ابنك, وان لم تصب هتقتل انت وابنك. so let's see this demonstration. والنهاردة انا معايا again ماري هتساعدني فيها, وعايزاكوا تفكروا. so ماري please لو تتفضلي معايا, وعايزة الكل يركز. وسام please spotlight me. ماري لو تقفي please. فهنعتبر انه لو تيجي قدام شويه عشان الكل يشوفنا كده مع بعض. اوكي, لو تقول لهم بس السلام عليكم. سلام. اوكي تعالي كده شويه. سو اعتبروا ان انا دلوقتي الطاغيه, انا سوري انا اسفه, انا ويليام تيل ذا هانتر, وذيس از ماي سون. ادي التفاحه, اثبتي بقى ماري ارجوكي, خليكم معايا. وادي ماي بو اند ارو, باي ذا واي ذيس از ا ريل بو اند ارو. And this belongs to my son. أنا ابني آدم is into martial arts. Huh? فليه في الأسلحة والكلام ده, وحوش عشان يجيب ده, فده it could kill. Huh? So now I am William Tell. I am the best hunter in town. ومعايا my bow and arrow. ولازم دلوقتي أصوب, وما عنديش option إلا إني أصوب صح, لأن دي حياة ابني. لكن I'm very skilled. Now my question to you. Who is feeling pressure? Who is feeling stress? أنا كويليام تيل حاسة بستريس ولا pressure؟ مين هيجاوبني؟ In the mic. ها؟ Who is feeling stress? Who is feeling pressure? ها؟ الرامي ستريس, والمغلبة صاحب التفاحة برشاك. اوكي شكرا يا ماري, خلينا نناقش النقطة دي. ثانك يو فيري ماتش ماري, فيري بريف, شكرا. ثانك يو. اوكي سو اجين, انا ويليام تيل, انا اللي ماسكة الرمح, and I am highly skilled. ابقى حاسة ببريشر ولا ستريس؟ خليني اشوف في الشات. ستريس ستريس. ايه الفرق؟ واتس ذا ديفرنس ما
ما بين اللي بيحس بستريس وبريشر. بريشر هذا ما يعرف يسوي الشغله كيف. So, بس انا قلت لكم انه ويليام تيل از ذا بيست هانتر ان تاون. زين هو تحت ستريس مش تحت بريشر.